جانجا، شو صاير معك لحتى تيابك موسخة؟ شو كنتي عم تلعبي بالطين؟ لا ستي، أنا ما كنت عم ألعب بالطين. خالتي، مو انت اليوم بعتي معي اكل على المدرسة؟ البنات بالصف صاروا يتغلظوا علي، وقعوا لي اياهم. لما سألتهم ليش هيك عملتوا فيني صاروا يعيطوا علي. بعدين اجت وحدة منهم وصارت تتقاتل معي ودفشتني ووقعتني على الارض. بعدين قمت ورجعت دفشتها وبلشنا نتضارب. صدقيني ستي، انا ما دخلني، هن اللي بلشوا بالاول. شي حلو كتير جانجا، من اول يوم صرتي تعملي مشاكل. بلشوا، انا كنت عم اكل اكلاتي، ما لقيتهم غير اجوا لعندي صاروا يتغلظوا علي. هالبنت وين ما راحت بتساوي مشاكل. وبعدين مع هالقصة، روحي شوفي ثيابك كيف صار لونهم اسود من ورا مشاكلك. اصلا ما بتجيبي لنا غير المصايب. رايحه على المدرسه لتدرسي ولا لتتخانقي مع الطالبات؟ نيرو تعا شوفها. صدقيني ستي، انا ما دخلني بالقصة. جانجا، لما ستك بتحكي معك بتسمعي لها، ما بيصير تقاطعيها ابدا. ليكي مادفي، يكون بعلمك إذا ما بتغير تصرفاتها ما عاد رح خليها تشوف المدرسة بحياتها، ورح ترجع تدرس بالبيت مثل الأول. أنا سمحت لها تروح على المدرسة مشان تدرس مو مشان تعمل مشاكل. شو قلت هالأدب؟ أكيد أهل هالبنت ما رح يسكتوا عن الشي اللي صار، واحتمال كبير من ورا مشاكلها وبلويها يجوا أهل لعنا لهون على البيت. شو بدنا نقول لهم وقتها؟ أنا كمان عندي أحفاد بحياتهم ما تخانقوا مع حدا. انتي من اول يوم بالمدرسة بلشت تساوي مشاكل، فهمي يا مادفي. الله يطعمها تكرر هالتصرف مرة تانية. والله هالبنت رح تجلطني. يا خالتي صدقيني انا عن جد. جانجا خلص، روحي شوفي تيابك قديش وسخين. يلا على سريع غيريهم. سمعتي؟ فورا تعال مهرج. صهري، ليش ما عم تاكل؟ خلص انا شبعت، انت بتعرفني منيح، انا ما بحب تقل بالاكل على العشاء ابدا. يلا تصبحوا على خير. Thank you.
أنا آسفة مشان اللي صار اليوم، بوعدك ما عاد تكرر هذا الشي مرة تانية، سامحني. شو رأيكم نلعب لعبة الحزازير؟ ايه نلعب، انا ما في اشطر مني بهاللعبة. ايه وانا كمان بحبها لهاللعبة وشاطرة فيها. انا كمان بدي العب. انتي بتعرفيني اختي، ما بتوقع في حدا اشطر واسرع مني بهاللعبة. يلا بركي تبلش اسأل لشوف مين اشطر واحد بيناتنا. يلا بولكيت حذرنا شي وحدة. طيب اسمعوني منيح، حصان أسود وراكب أبيض، واحد بيمشي قدام التاني، فكروا فيها. حصان أسود وراكب أبيض، واحد بيمشي قدام التاني. طيب اعطينا احتمالات، هيك ما رح نقدر نحزرها. ليش بدك احتمالات؟ ما بصير، هذا اسمه غش. اعترف انك خسرت وما عرفت تجاوب وخلص. لا انا ما خسرت، واذا طلبت احتمالات هذا مو معناته انه ما بعرف جاوب. طيب طولوا بالكم، ما في داعي تتخانقوا، رح سهل عليكم الحزورة شوي. موافقين؟ جواب هاي الحزورة موجود على الطاولة. موجود على الطاولة؟ وهي الخبزات كلوهن بسرعة لسه سخنين. عرفت رغيف الخبز. رغيف الخبز هو الراكب، والصحن الأبيض تحته هو الحصان، واحد منهم فوق الثاني. عرفتها. جوابك صح. هذا هو حفيدي الشطور يلي بيعرف يجاوب على الأسئلة، لكن هذا تربايتي. غانغا شفتي كيف عرفت الجواب؟ ما عاد تقولي اني ما بعرف جاوب، لاني بعرف جاوب على كل الاسئلة. انا لو كانت مدرستي مثل مدرستك كنت رح جاوب على هذا السؤال بدون ما اطلب احتمالات. ولو ما بولكيت ساعدك شوي ما كنت رح تعرف تجاوب على الحزورة. هو يلي قرب لك الجواب لما قلك انه الجواب موجود على الطاولة. لو انك عن جد بتعرف تجاوب على كل شي ما كنت طلبت احتمالات. ايه بس يا غانغا، ساغار ما عمل شي غلط، لانه يلي بده يعرف اكتر المفروض انه يسأل اكتر. ايه هلأ عرفت شو لازم اعمل، اذا بدي اعرف اكتر لازم اسأل اكتر. مشان هيك انا لازم اسأل انستي اللي بالمدرسة عن كل الشغلات اللي ما بعرفها وهي رح تجاوبني عليها. حلو هالحكي، اذا كنتي حابة تتعلمي عن جد وتزيدي معرفتك لازم تسألي. أستاذ نيرجا، مكتب المسؤول اتصل وعم يسأل إذا فيك تقابل المسؤول لتتناقشوا بموضوع القضية بشكل ودي. فيك اليوم تشوفه؟ لا لا مشغول اليوم، بتصور ما رح أقدر شوفه. بردله خبر بعد الظهر بس خلص اجتماعاتي وفضاله شوي، أو خبره أني بتصل فيه بهاليوم. ايه حاضر استاذ. وكمان خد هذا الملف وبعته للأستاذ شوكلا. يلا السريع يلا. عود كل هاي. يسلم. تفضل، كيفك اليوم؟ ماشي الحال نيرو، كل شي تمام. أنا برد. ألو مين معي؟ أنت جريش؟ جريش؟ لا لا غلطان. عم قلك عطيني جريش. وأنا عم قلك غلطان، ما عنا حدا بهذا الاسم. المكالمة إلي، هذا صديقي، هو بالعادة بينادي لي جريش، أعطيني التليفون لرد عليه، أعطيني.
ألو معك جريش. أهلين أهلين، كل شي تمام اطمن. عم تحكي باحترام؟ منيح اللي رديت علي والله. تعرف لو ما أنك رادد هالمرة كنت رح أفضحك قدام كل عيلتك وأحكي لهم كل شي. ايه اطمن، ماشي الحال، الأمور منيحة. بس ليش لحتى تتصل فيني؟ نحن ما اتفقنا انه بس بدي اياك انا بتصل فيك. خير، في شي ضروري يعني؟ ايه طبعا في، الشرطة عم تدور علينا ولازم نطلع من البلد وبدنا مصاري لنقدر نهرب من هون. من ورا حضرتك الشرطة حاصرت منطقتنا كمان، كل شغلنا وقف من وراك. نحن خدمناك وساعدناك بكتير شغلات من قبل، وهلأ لازم انت تحاسبنا وتعطينا مصاري لحتى نقدر نطلع من هالورطة، وإلا عيلتك رح تعرف بكل شي. صدقني بفضحك قدام الكل، ما تفكر انه العلقة معي سهلة ابدا. ها عم تفهم؟ لك انت شو عم تحكي؟ خلاص هلأ بتصرف. شو في صاري؟ صاير شي؟ لا لا ما في شي، ما تاكل هم. كيف بتحكي معي بهي الطريقة؟ ها؟ اسمعني منيح، انا بجي لعندك ومنشوف شو رح نعمل، طمن بالك. ايه؟ يلا منحكي، رح اسكر هلأ، مع السلامة. ساقار ساقار، كمان اليوم نسيان كتابك مثل العادة. تعال لشوف ضب برنامجك منيح، وكمان مالك رابط جرافتك، تعال ساعدك وإلا رح تتأخر. ايه ماما ليش؟ شو كنت عم تعمل؟ قرب. خالتي أنا رايحة على المدرسة. بس لسه بكير؟ بعرف، بس اليوم المديرة بدها تجي بكير مشان تعمل لنا تفتيش، مشان هيك نبهوا علينا لنجي بكير. مو مشكلة ساقار، روح مشط شعراتك وبعدين شوف إذا في شي ناقص ببرنامجك، وأنا رح حضر أكلة لغانجا. يلا. خالتي أنا رح ضبله برنامجه لساقار، أنتي لا تاكلي هم بنوم. ماشي. غانغا اليوم عندك تفتيش بمدرستك مو هيك؟ بلا. غانغا بما انك مفكره حالك ذكيه كتير ومفكره انك بتعرفي كل شي، مع انه مبارح انا عرفت الحل وانتي ما عرفتي، وهلا ليلي انتي بتعرفي شو بصير بالتفتيش؟ لا ما بعرف، بس هلا رح اعرف، وما في داعي انه حضرتك تقلي. طيب ما رح خبرك لكان، خليكي تعرفي لحالك. هلأ لما تشوف آنستك أضفيرك إذا طوال أو لا، وقتها رح تقولي. يا ريتني سألته لساقار. وليش بقى بدنا نشوفه طول أضافري؟ إيه هلأ بتعرفي لحالك وبتشوفي شو بصير بالتفتيش، رح يشوفوا لباسك إذا نظيف ومرتب أو لا، وإذا لابس اللباس الكامل كمان أضافيرك ونظافتك، ورح يسألوكي أسئلة عن الثقافة العامة. بتعرفي شو؟ حتى ربطة شعرك رح يشوفوها كمان إذا مربوطة صح أو لا، ليك برأيي ديري بالك. شو بدك تعملي بالمدرسة؟ كتبتي وظايفك؟ أنا كتبت كل وظايفي. أجد؟ وشلون لقيتيهم صعبين؟ لا ما كانوا صعبين أبداً. من يوم ورايح أنا رح أقعد هون، هاد صار مكاني. بس هاد مكاني لإلي. وإنتي كتبتي؟ وأنا كمان كتبتهم. صباح الخير يا خمسة. صباح النور يا بنات، عدوا بمكانكم وطلعوا كتبكم، اليوم بدها تجي على صفنا حضرة المديرة لهيك رتبوا الصف شوي، وكمان بدنا نعمل تفتيش على اللباس تبعكم، ولهيك حاولوا تكونوا ملتزمين. ملأوا غير اليوم لباسي يعملوا تفتيش. كمان لباسي قبل ما نبلش بالدرس رح نطلع على الباحة مشان نعمل تفتيش على لباسكم، لهيك اطلعوا ونصفوا ورا بعض كتير منيح. ماشي يلا. يا سلام في تفتيش على صفنا اليوم. اجت. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير حضرة المديرة. صباح الخير. يلا تفقدي لي لبسون. ورجيني أظافرك. شو اسمك؟
ليش لباسك مو كامل؟ وشو هالبوتي اللي لابستيه؟ أه؟ روحي وقفي هنيك لشوف. تعالي انتي. ايه طيب مدي ايديكي لشوف. لك شو هاد؟ حاطة حنة؟ ما بتعرفي انه الحنة ممنوعة؟ ليش اضافيرك طويلة؟ وقفي لي هنيك لشوف. هي ما بصير توقف بهداك الصف. قربي لعندي. يا أنسة ليكي هديك البنت ما لازم توقف بهداك الصف، بس راحت وقفت هنيك مشان ما تفتشي اياه. تعي لهون. أنا آسفة أنسة، ما كنت عارفة أنا بأي صف لازم وقف. وعم تاكلي عيلتك كمان؟ آه؟ ما بتعرفي العلكة ممنوعة؟ ورجيني أظافرك. يلا لشوف ورجيني ياهم. ما بتستحي على حالك حاطة مناكير؟ آه؟ لهيك وقفتي بهداك الصف مشان ما فتشك. يلا روحي وقفي هنيك على جنب. يلا لشوف. تعي انتي. قربي مدي ايديك ورجيني اياهم لشوف. شو اسمك؟ اسمعوني منيح، اليوم بدنا نسألكم شوية أسئلة بتخص الثقافة العامة، وانتو لازم تجاوبوا صح، مفهوم؟ مفهوم أنسي. الحكي اللي قال لي يا ساقار كان صح، كنت عم حاول بيّن إني منيحة بلا سبب. طيب أول سؤال حيكون عن عدد ألوان علم بلدنا، مين بتعرف كم لون؟ هذا السؤال أنا بعرف جوابه. ألوان علم بلدنا هنن ثلاثة، الأبيض والبرتقالي والأخضر. كل لون من هدول الألوان في إله دلالة على شيء معين، مين البطل اللي حتقول لشو بيرمزوا الألوان؟ أنسة؟ بعرف لشو بيرمزوا. البرتقالي بيرمز للقوة، والأخضر بيرمز للطبيعة والحياة، وممكن يرمز للتناغم، واللون الأبيض بيرمز ل... الأبيض بيرمز للأرامل. شو؟ شو اسمك حبيبتي؟ غانغا. غانغا قليلي، ليش كنتي عم تقولي انه الابيض بيرمز للارامل؟ انا بكون ارمله، وستي هي اللي قالت لي انه اللون الابيض بيرمز للارامل وما بصير يلبسوا غير هاللون ولو شو ما صار، لانه العادات والتقاليد هيك بتقول، ونحن ما بصير نخالف العادات والتقاليد. لا بنتي، هذا الحكي مو مزبوط. هاي العادات صارت قديمة كتير ومن زمان ما عاد حدا طبقها، وبقانون بلدنا ما في شي بيجبر الأرملة تلبس أبيض. ما في شي من هالكلام، هالقصص هي شغل مجتمعنا.
جانجا الأرملة مثل متل أي بنت، فيها تلبس وتعمل اللي بدها اياه. اللون الأبيض موجود بعلم بلادنا مشان نوصل رسالة للعالم إنه نحن شعب مسالم، وإنه منتمنى الخير والسلام يعم بين الشعوب. وصلت الفكرة للكل؟ حبيبتي قديش إلك بتدرسي هون؟ ما صار لي زمان بالمدرسة. طيب شو الشغلات اللي تعلمتيها عنا؟ عن البازاليا الخضراء. شو فسان؟ جد البازاليا الخضراء؟ ايه، امبارح الأنسة بالحصة كانت عم تعلمنا كيف منطبخ البازاليا. وكمان علمتنا كيف. عفواً حضرة المديرة، القصة مو مثل ما عم تقلك، نحن بالمدرسة ما عنا أنسة علوم، لهيك أنا شو قلت لحالي؟ ليش ما بعطيهم شوية علوم على الرياضيات؟ ومبارح كنت عم أعطيهم درس عن فوائد الحبوب وقديش كمية البروتينات يلي فيها، لهيك جبت لهم بازيلا مشان يشوفوها، يعني مبارح عطيتهم درس عملي، بس ما بعرف هاي البنت كيف فهمت الموضوع، أكيد هاي البنت مو عارفانة حالها شو عم تحكي، مو هيك حبيبتي؟ هي الأنسة عم تكذب، لا تصدقي يا حضرة المديرة. كلام الأنسة صحيح، هي كانت عم تعطيهم درس عن الحبوب. نعم حضرة المديرة، نحن بالعادة منعلمهم هيك قصص مشان يكون عندهم فكرة عن كل شيء. حضرة المديرة، أنا بنفسي قطفت البازيلا وفرجيتهم إياها وعلمتهم كيف يفرطوا حباتها، لهيك فكرت عم علمها الطبخ، مو هيك بنتي؟ أه؟ لا مو صحيح هالحكي. عفوا حضرة المديرة، الأنسة عملت مثل ما حكيت بالضبط، بس جانجا هي اللي ما أنا فهمانة شي، صح بنات؟ إيه صح. حضرة المديرة، إذا بدك فيك تروحي تسألي باقي الصفوف. شو رأيك؟ بنتي تفضلي ارتاحي. وصلتني بالفترة الماضية شكاوي بخصوص نوعية الأكل، الأكل اللي عم يتقدم للطالبات بالمدرسة عم تكون نوعيته سيئة. أنا حكيت مع الشخص المسؤول عن هالموضوع ووعدني إنه هالشي ما عاد يتكرر. لا تنسوا إنه هدول البنات هن بنات المستقبل، ولازم ندعمهم بالغذاء الصح منشان يقدروا يركزوا بدراستهم، وأنتوا كمعلمات لازم تدعموا الطالبات. وبخصوص الأكل، أنا شخصياً رح صير أتأكد من نوعية الأكل اللي عم يتوزع، وأصحكم تكون نوعيته ممنيحة، لأنه رح أرفع فيكم كلكم عقوبة جماعية. فهمتوا شو عم أحكي؟ هاد آخر تنبيه، ما بدي هالشي يتكرر مرة تانية. وأنتوا بدي ياكم تسمعوني، من هون ورايح رح تاكلوا أكل نظيف، ما ضل في داعي تجيبوا أكل من البيت. وإذا حسيتوا نوعية الأكل اللي عم تتقدم لكم مانا منيحة فوراً بتجوا بتخبروني. شكراً حضرة المديرة. يلا خلونا نكفي التفتيش على اللباس. سمعتي شو قالت المديرة؟ أخيراً رح يصيروا طعمونا أكل طيب، وما عاد في داعي خلي أمي تطبخ لي مشان جيب أكل معي. مرت عمي، أنا طالعة على السوق لجيب شوية أغراض لأنه مهراج طلع عنده شوية شغل، رح حاول ما أتأخر عليك. ستي، خالتي، مرحبا، بدي خبركم شو صار معي اليوم بالمدرسة. اليوم اجت المديرة لعنا على الصف مشان تفتشنا، بلشت تعمل تفقد على لباس الطالبات، وتقريبا اغلب البنات تعاقبوا، بس انا كان لباسي كامل، وانبسطت مني المديرة كتير وقالت لي انت شطورة، واليوم كمان عطونا درس كتير حلو بالمدرسة.
واعتبارا من بكره ما ضل في داعي اخذ معي اكل على المدرسه. اليوم قالوا انه رح يصيروا وزعوا لنا اكل نظيف وكتير طيب، لهيك ما ضل في داعي تبعتي معي اكل، رح ترتاحي من لف السندويشات. وانتي ستي ما عاد رح تاكلي همي ابدا، مو هيك؟ اكيد ما عاد رح اكل همك، عن جد فرحتيني كتير بهالخبر، ريحتيني لانه هيك ما عاد رح اقلق عليكي ابدا. غانغا يلا بنتي روحي غيري ثيابك، بس ارجع بحط لك الاكل ماشي؟ خالتي بدك تروحي على السوق؟ ايه. معناتها بدي روح معك. كيف؟ ما في، لسه هلا اجيتي من المدرسه دغري صار بدك تطلعي برات البيت؟ يلا روحي غيري ثيابك. ستي خليني روح معه، انا ما بدي خالتي تتعذب بحمل الاغراض لحالها، مشان هيك بدي روح معه لحتى ساعدها بحملهم. طيب ماشي، رح خليك تروحي معه بس مو بهالتياب. يلا روحي غيري تيابك والبسي الفستان الأبيض. طيب ماشي. خالتي شو رأيك انتي تسبقيني؟ أنا ما بتأخر، رح روح غير تيابي بسرعة وبلحقك. استنيني عند المحل اللي ناحي السوق، أكيد ما بتأخر. عن جد هالبنت مو طبيعية، ما فيها تقعد هادية، بضل تحكي وتنطويت. مرت عمي ما رح أطول عليك. ايه مادفي ماشي. يلا بالإذن. مهري شو نسيتيني؟ تعال تفرش على القلعة. أربي يا أختي أربي، عنا أحلى لا يا عنا أحسن التصميمات. يا الله تأخرت على خالتي كتير، يعني شو بدي أعرف هلأ وين مكانها؟ شوف لهلق ماشي شو حلوة. قرب يا حباب، هي ما بتلاقي منها بكل السوق. وين بدي لاقيها هلأ؟ أعطيني هالعلبة لأشوف. باين عليها كتير طيبة. هاد هو الزلمة اللي خطفني، لازم خبر خالتي إنه هذا هو. لازم لاقي خالتي على السريع قبل ما يروح من هون. تفضل. هيك صار خالتي. كل حسابك واصل. خالتي تعالي معي بسرعة، يلا تعالي بدي ورجيكي شغلة كتير مهمة. لوين؟ امشي معي هلا بتعرفي. طيب فهميني لوين بس؟ استعجلي شوي. لوين اخذتيني غانغا؟ غانغا فهميني شو القصة؟ لوين اخذتيني؟ خالتي شايفة هداك الزلمة اللي واقف هنيك يلي لابس كنزة زرقاء وعم ياكل؟ ايه؟ هذا هو الزلمة اللي خطفني هديك المرة، وكان في معه رجال تاني كمان. غانغا انتي متأكدة انه هذا هو؟ لا تكوني مخربطة. طيب بركي كان واحد بيشبهه. لا خالتي ماني مخربطة، انا متأكدة انه هذا هو اللي خطفني، متذكرته منيح. طيب انا رح اتصل بنيرجا. صحيح، سمعت اليوم الصبح انه ابوكي وابي بدهم يلتقوا عن قريب، وبجوز هن يلتقوا اليوم. بدهم يلتقوا؟ ايه. ليش؟ يعني ليش برايك؟ مشان يحكوا بموضوع زواجنا. شو خفتي؟ كنت عم امزح. اكيد بدهم يحكوا بشي موضوع بيتعلق بالشغل، لا تنسي انه بابا محامي كتير مشهور بالبلد، ويمكن في شغل بيناتهم. مزبوط. يلا بلكي ان شاء الله بيصيروا صحبه. ايه عن جد إذا صاروا صحبة ما عاد لازم أنا وياك نحكلها مستقبلنا. مستقبلنا أنا وياكي؟ ما فهمت عليكي. شو علاقة مستقبلنا بالصداقة بين أبي وأبوكي؟ خبريني لشوف. يلا حبيبتي احكي لي. أنت لحالك لازم تعرف. آسف بعتذر منك، أنا ما فيني ساعدك بشي، وحضرتك بتعرف منيح انه ابن حماك مانو بريء. ابن حماك مرتكب جريمة وانا ما فيني وقف معه، لاني بكل بساطة ما فيني وقف غير مع الحقيقة، لهيك انا ما فيني ساعدك بشي. استاذ نيرجا ما في داعي تحمل القصة كل هالقد. على ما يبدو
في شغلة نسيتها وراح أرجع أذكرك فيها. كأنك نسيت أنك قبلت تتولى قضيتنا. على فكرة أستاذ نيرو، أنت شخص كتير محظوظ، سيادته إجا بنفسه لحتى يشوفك. معقول يعني ما تستلم له القضية؟ بعرف هالشي، وكمان ملاحظ المجهود الكبير يلي عم يبذله مشان ينقذه. الجريمة اللي متهمين فيها ابن حماي لسه ما بينت حقيقتها، ما بظن في داعي لحبسه. لهيك لقي لي شي طريقة تطالعوا فيها. انت محامي شاطر وما بيصعب عليك شي، وما بتكون غير رضيان. آسف بعتذر منك، انت بتعرف انه ما فيني طلع مجرم من السجن. طيب ماشي، ما رح اضغط عليك، بس في شغلة لازم تحطها ببالك وما تنساها بنوب. اذا ما كان بدك تصف معنا بهي القضية فما رح يكون فيك تصف مع الطرف الثاني ضدنا، لانك حتطلع من القضية كلها. فيني اعتبر هاد تهديد؟ افهمها مثل ما بدك استاذ نيرو، صدقني انا عم احكي من شان مصلحتك. عم دقله على موبايله ما عم يرد. ايه معك، وينك انت؟ يلا انا ناطرك بالسوق لا تتأخر. ايه ماشي. شو عم تساوي؟ عم صوره على الموبايل، لازم ورجي صورته لنيرجا مشان يقول له للشرطة انه هذا الزلمة اللي خطفك، وان شاء الله الشرطة بتمسكه وبيزتوه بالسجن. حبيبتي يلا نرجع على البيت. بس يا خالتي عم يهرب، نحن لازم نمسكه، ما لازم نخليه يهرب. إذا رح ما عاد نقدر نلاقيه، إذا لحقناه أنا وياكي بنقدر نمسكه. لا جانجا، هدول العالم كتير خطيرين، إذا حاولنا نلحقه ممكن يأذينا، ونحن ما فينا نمسكه لحالنا، الشرطة هي بتمسكه بس نعطيهم صورته. يلا خلينا نرجع. بس يا خالتي بلكي طلع برات البلد، كيف وقت الشرطة بدها تقدر تمسكه؟ على الأقل لازم نعرف وين ساكن، ما رح نخليه يحس إنه عم نلحقه. خالتي لازم نستأجر قبل ما يبعد. يا حبيبتي نحن ما فينا نعمل شيء، هذا شغل الشرطة بنتي. يلا جانجا تعالي لهون. جانجا تعالي، وين رايحة؟ جانجا جانجا جانجا. جانجا جانجا كتير طيبة. مو هديك البنت الأرملة اللي معنا بالمدرسة؟ مفكرة حالة ذكية، ما نعرفانة مع مين علقاني. هلأ رح خليكي تعرفي مين هي بلبل. انبسطتي لما خليتيني اكل بهدلن الانسة؟ ورجيني هلا شو بدك تعملي. هلا رح ورجيكي اللي بيغلط معي شو بيصير فيه. هلا ماني فاضي طلك، في عندي شغله مهمه، نرجع نتخانق بعدين. انا كتير مستعجله، معلش تاجلي الخناقه لمره تانيه. عندك شغلة مهمة وأنا في عندي شغلة كتير مهمة لإلك. تعالي تركيني. خلاص ولا كلمة. بلبل بعدي عني. تعي لهون. ليش واقفين هيك؟ يلا تعالوا تفشوا معي، خلونا زبطة بالطين. يلا تعي. تركوني، فلتوا إيدي. ما رح تهربي. بعد
جانجا، شو هذا اللي عم تساوي؟ أنا عم نادي لك وأنتي ما عم تردي علي. بنتي ما فيكي كل مرة تتصرفي بشجاعة، هدول عالم خطرين يمكن يؤذوكي. أنتي لحالك ما فيكي تلحقيهم، خلص الشرطة هي بتمسكهم. إذا ما استعجلنا الزلمة رح يهرب. جانجا لا تخافي، الشرطة أكيد رح تمسكه. المهم إنك قدرتي تتعرفي عليه، وأنا كمان قدرت صوره بالموبايل. اطمني ما رح يقدر يهرب. ولسه في عنا كتير أغراض لسه ما جبناها لهلأ. خلص المسا لما يجي نيرجا رح أروح معه على مخفر الشرطة. ماشي؟ يلا أمشي. مهراج بياخد إجازة وأنا لازم أتحمل كل شي بغيابه. أكيد هلأ بيكون عم يتمشى ويغير جو. سودها؟ تفضلي تفضلي. ليش هيك واقفة عم تتصفني؟ شو ما عندك شغل يلا روحي ضبي الغسيل. لك شبكي ما عم تسمعي؟ خدي كمان هدول معك. حاضر ستنا، عن إذنك. احكيلي شو قصتك سودها؟ يا بنتي ردي، أنا عم أحكي معك. هلأ بدي أعرف ليش ما عاد إجيتي لعندي من وقت ما اجتمعنا آخر مرة. ما عاد حكيتي معي ولا زرتيني. أكيد صاير معك شي كبير لحتى حبستي حالك بهالطريقة. ولا لكون ما بين حكالي شي مثلاً؟ معقول ما بدك تحكي لي إلي؟ يلا لشوف، احكي لي شو القصة. سودها جانجا لا تزعلي حبيبتي، مثل ما قلت لك اليوم المساء رح نروح على المخفر وأكيد رح يمسكوه للزلمة. يلا هلأ خلينا نروح. عجبك؟ نسيت اشتري الزيت، خلينا نرجع نشتري. يلا حبيبتي جانجا هات المصاري. يلا خالتي طلعي لهونيك ليكو الزلمة. لا تتعب لي راسي، عم تفهم؟ إلو هيك إيه؟ اتفقنا لازم تدفعون. جانجا بكفي خلينا نمشي، لأنه هدول هلأ إذا شافونا رح تصير مشكلة كبيرة. يلا حبيبتي خلينا نروح. خالتي طلعي شوفي مين واقف معه كمان. هدول إلو هو، أنا شو دخلني؟ جانجا خلص بكفي. هات هلأ بدنا إياهن هلأ. أعطيني مصاري بدي أمشي. قلتي ليكي مو هذا عمو أمكار؟ ليش لحتى يحكي مع هيك عالم؟ معقول صار يكون ورا هالقصة هاي؟ ما كنت متخيلته سيء لهالدرجة. اسمعوني، نحن مو متفقين على هيك أبدا. شو كمان لسه بدكن؟ فهموني، أنا كم مرة لازم أدفع لكم؟ دفعت لكم كل شيء.
يعني انت ناوي ما تفهم علينا؟ اذا بدك سرك يضل مخبى لازم تدفع لنا، والا بتعرف شو منساوي، رح نفضحك قدام عيلتك كلها. انتوا لامتى رح تضلوا تهددوني بعيلتي؟ بركي خبرتوهم بعد ما ادفع لكم. اذا ما كان عندك ثقه فينا ليش لا تتعامل معنا؟ طيب ماشي لا تثق فينا، يلا امشي خلينا نروح لعند عيلته ونخبرهم. انتوا شو اللي عم يصير معكم؟ جنيتوا شي ما ضل مخبي راسكم؟ بسبب حضرتك انا خسرت كتير شغلات وهلا بدي بدالهم. شوف ولاخر مره عم قلك هلا بدك تعطيني المصاري، عم تفهم ولا لا؟ يلا نروح. نيرجا في شي مهم بدي خبرك اياه. كنت شوفي. انا وغانغا بالسوق وهونيك غانغا شافت الزلمه اللي خطف المره الماضيه، وبعدين لحقنا لحتى اخر شي شفناه عم يجتمع مع شخص تاني. ما رح تصدق مين اللي كان هذا الشخص. طلع سهرك اومكار. انت متاكده؟ ايه وانا مثلك اول شي ما صدقت مشان هيك صورتهم فيديو. تفضل شوفه بعينك. شو كمان لسه بدكم؟ فهموني أنا كم مرة لازم أدفع لكم؟ دفعت لكم كل شيء. أنتوا لأمتى رح تضلوا تهددوني بعيلتي؟ بركي خبرتوهم بعد ما أدفع لكم. يعني أنت ناوي ما تفهم علينا؟ إذا بدك سرك يضل مخبى لازم تدفع لنا، وإلا بتعرف شو منساوي. لقيتوا شيء ما ضل مخبي راسكم؟ يلا امشي، خلينا نروح لعند عيلته ونخبرهم. سودا؟ اهدي لا تخافي مني، انا رح دللك لا تخافي مني، بحبك يا مجنونة. اسمعيني منيح شو بدي قلك، اذا بتفتحي تمك واذا بتساوي عكس اللي حكيته معك وقتها ما رح تكوني مبسوطة. عم يحكوا هذا الحكي عليكي لأنك أرملة وعم تعانديني وتخبي مشاعرك تجاهي. سودا ولما كنت بدار الأرامل صرخي. شو عم تستني؟ ولا نسيانة إنك مرة؟ أنا ما رح يصير علي شيء، وقد ما حاولت تدافع عن حالك مستحيل يصدقوكي. <تصفيق